حبايبي النهارده بقى يا كابتن. النهارده ايه حركه طبعا. اليوم كتير مجنونه كتير معقوله، بيستخدموها كتير في حركات الكوميدي، ممكن تعملها في حفله، ممكن تعملها في اي حاجه، في فريستايل بتضحك كل اللي حواليك. اسمها فروج جامب توتوريال. دي اول حركه، اوكي؟ يعني اول حركه في العالم بتتشرح فيديو لحركه قفزه الضفدع. هنشرح برده كابتن حافظ حركه الضفدع، شرحت لكم قبل كده حركه الدوده الورم توتوريال. المره دي في بقى ايه؟ فروج توتوريال حركه الضفدع. لما تعمل حركه الضفدع هتكون عالم 100%، ويفضل ليك لما تعمل حركه الضفدع انك تعملها في المزرعه. طيب ركز معايا، بصوا بقى معايا. حركه الضفدع هي كتير بتضحك، كتير مجنونه، لكن بتحتاج منك اطالات. العب على تسخينات فتح الحوق كتير، والعب على الجامب كتير، ومش شرط يا امير، ممكن برضه تعملها. هنطبق ونعمل دلوقتي. اهم حاجه في الحركه الجامب، علشان في ناس كتير تشوفها كتير ما تعرف تعملها، عشان كده لازم نفهمها. ركزوا معايا، بسم الله. اول حاجه يا عم، انت دلوقتي ضفدع، هيومن فروج، انسان ضفدع. ازاي تحول نفسك لضفدع وتخلي الكل يضحك؟ تستخدم الحركه دي في شو، في عرض. سبحان الله، شوف عرض. ما هو الشو ولا عرض، انا دفتي ولا ايه؟ المهم تشوف اي حاجه جميله هتفيدك كتير. الحركه نركز بقى ازاي رجلي بتتقاضع الضفدع، وازاي ايدي بتتحط، وبعد ما تتحط اوعى تاكل بط، وبعدين ازاي تقفز لقدام وتعمل حركه الضفدع ورا بعض. جاهزين؟ بسم الله. اول حاجه دلوقتي يا كابتن هعملها هو خالص، ايدي اللي تنهم واحده اهي، واحده اهي. في مشاكل؟ ما تبلمش اهي، دراعك اهو، ساك من دراعك محمد، الجسم كله يبان في الكاميرا. ماشي؟ رجلي بقى واحده كده ولا ده اهي. بص رجلي معموله كده اهي، هجيب واحده كده. شايفين عملتها ازاي؟ تبقى رجلي، بص اتمت ازاي، يا رجلي واقفه اهي، اوكي، اتمتها كده، شايف؟ ابتدت في الوضع اهي، رجلي واقفه عشان في ناس مش عارفه تعملها. رجلي واقفه كده، ها الجزء ده بس انيمه، ده اهوت، ها كده، اوكي. دايما ورا نفس النظام، رجلي اهي اعمل كده اهي، ده وضع رجلي، شايفين؟ واحاول افتح قوي، احاول افتح رجلي قوي كده، الوضع ده. شايفين الرجل مفتوحه ازاي قوي؟ الرجل اهي، واحده كده واحده كده كده، دي وضع الضفدع من ورا. وحاول ما تضايقش رجلك كده، في ناس تضايقني كده، في ناس تعملي بصوا. لا يا حبيبي، ده مش ضفدع، ده اسلوب السلحفه ده ولا اسلوب السحليه، حلو؟ لكن انت ضفدع اهو، واقف عادي. انزل 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 انزل، ايدي اهيت، رجلك ديت، خدها كده اهوت، واعملها كده اهو اهي، بص اهي، واحد نيمها كده على ركبتك، ما هي دي اللي هتواجهك صعبه شويه، هي ركبتك دي لما تقفز عليها اهي، واحده كده والتانيه كده زيها، وافتح رجلي كده يا حاج كده. بقى هنا انت عايز بقى تقفز. في ناس بقى ايه يا معلم تعملك ازاي؟ بص في ناس تعملك لا اوعى تستخبى هتضيع نفسك، وفي ناس تعمل لك بص لا برضو ما ينفعش. احنا بقى لازم نتعلم ازاي تدي الجامب بيور ني ركبتك. حلو، تاني ايد قويه 100 100 اهوت كده، رجلي كده، واحد ثانيه اتنين اهو، شايفين؟ ده كده وضع الضفدع فروج جامب. تقفز بقى لفوق، حط ايدك كده اول حاجه، وحاول تدي جامب من هنا، من ركبتك ديت ومن ركبتك ديت، بص ها اهو، واحد. الله، ما احلى احساس. ها حمل على ايدك زي الهاند ستاند كده اهو، ها اثنين، شفت يا معلم؟ ثلاثه. ها رجلي تاني، رجلك لوحدها اهي، اكتب كده على ركبتك هنا، ممكن ركبتك تقع شويه، توجعك شويه، اوكي؟ تاني اهو، ها. طيب ايدك بص بقى، با با با، تعمل كده. هنا بقى تدرك تقفز بايدك وبرجلك. لما تقفز بايدك وبرجلك يبقى انت كده قفزت قفزه الضفدعه، وزي ما قلت لك لما تقفز قفزه الضفدعه لو رحت المزرعه هتبقى عايل. بوم اهيت، رجلي واحد كده اتنين، اقفز رجلك بس، ايدك مع رجلك، بص اهو، ها شفت؟ هتحس بقى هنا ركبتك توجعك شويه، هي في الاول كده هي اصعب حته فيها
خليها وانت بتنط بركبتك دي، لكن هتيجي معاك. حاول بس ما تبقاش ايه رجلك تقيله في الارض قوي، تقيله لا، خفف نفسك تمام. قفزه ايدي مع قفزه رجلي، ببدا بقى اخده لقدام. مش انت مثلا بتقف صح، تاخد الوضع ده لقدام اهو انت كده. احاول هبدا ايه اهو، ايدي على طول مع رجلي اهو. ها بص، انزل اقفز، انزل قام قفزت. مره ما انزلش اقفز تاني، تالت، وبعدين قفزه الضفدع فروك جامب. ايدك محفوظه، رجلك وضع الضفدع. اول حاجه بتقفز رجلك، بعدين بتقفز بايدك. الحركه كتير، انا عارف انكم بتضحكوا كتير قوي. انت ليه بلمت؟ ليه مستغرب؟ ليه كده؟ ركز معايا، حركه جميله. انت ممكن ما تعرفش تتعلمها، قصدي ممكن ما تكونش عايز تتعلمها، لكن هتتعلمها، هتفيدك كتير في اي شوف اي حاجه ضحك الناس كلها من حولك، بالذات الاطفال. اوكي تاني اهو، تيجي اهي ده الهاند ستاند اهو، مش مشكله ماشي. واخد رجل تعالى كده اهو، واحد ها ثانيه اهو، وده الضفدع اقفز برجلي بس ركبتي كده اهو، واحد اوكي ها رجلك 1 2 اوكي لقدام. هاخد القفزه ايه بقى لقدام، بام 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 وهكذا ماشي. هي دي قفزه بالضفدع، حركه جميله. بتمنى لكم التوفيق انكم تعملوها. طب لكم التوفيق انكم تعملوها، ربنا يوفقكم. انتظروا المزيد من الحركات الكوميديه. بوب بوب باي باي.